الشمالة النواب ومعنا النائبة رانيا، إنه بالفعل كانوا حريصين وقت إعداد هذا القانون إنه يكون في مادة بتدي دعم ومساندة للقطاع الخاص إنه يساهم بإعفاءات من الوعاء الضريبي. ولذلك إحنا برضه هنا بحب أشجع المجتمع المدني والقطاع الخاص إن هو يدعم هذا الصندوق. إحنا بالنسبة لنا كوزارة حريصين جدا إن إحنا من خلال برضه التعاون مع المؤسسات الدولية هم حريصين جدا إن هم يدعموا هذا الصندوق، لأنه بطبيعة الحال هو التنمية البشرية وأهداف الخطة التنموية المستدامة مش هنقدر إن إحنا ننجح فيها ولا نحقق أهدافها من غير ما نستثمر في شبابنا. فأنا بأكد للزميل العزيز المهندس خالد عبد العزيز إن إحنا بالفعل نتحرك سريعا لدعم هذا الصندوق، ونتعاون طبعا مع مجلس الإدارة ومع كل الأعضاء ونتواصل مع